مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في البث مباشر من الدار البيضاء بالضبط من مدينة القديمة. مشكل الموضوع ديال اليوم هو موضوع المعظم في المدينة القديمة اللي يريبوا لهم الديور ديالهم اللي آيلة للسقوط وما لقاوش أماكن لا استفادة لا لان اللي عندهم استفاده ما عندهمش فاش يكملوا خلاص الاستفاده. معنا مشكلة معنا في هذه الام هذه اللي قالت بعد ما ريبوا لها دار هذه 8 سنين تشتت العائله ديالها ولا شبه متشردين. بعض التفاصيل اللي نعرفوها مع هذه الام هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير الله لك بعد شويه؟ الحمد لله، بارك الله فيك على خطيك. شنو المشكل عندكم الان؟ المشكل اللي عندنا كيف ما كتشوف هذا السكن من خرجونا النهار الاول ولحونا الزنقه، ريبوا الدار ولحونا الزنقه ولحد الان ما داروا معنا حتى حاجه. كيفاش جاوا ريبوا لكم الدار؟ في البلاصه خرجونا لحونا الزنقه، جاوا ريبوا الدار. اي ورقه دابا كنبغيها كنطلبوا، اي ورقه كنطلبوها. نوصلوا لك المشكل ديال الوثائق. واش ما بلغوكمش بان الدار؟ ما بلغونا ما والو، باش بان غيخرجونا وغادي يريبوها توقفوا علينا، ما علمونا، ما حوايجنا نص مشى ونص تخون في الارضيه. هذه مده 9 سنين وحنا حنا كنقاسيو الشتا فينا والصيف فينا. نشوفوا المشكل بعدا كيفاش جاو خرجوكم بعدا؟ جاو وقفوا علينا على غفله، تجا القايد الرباعه ديالو وقفوا علينا على غفله، ما علمونا، ما عطاونا شي وثيقه بان قالوا لنا غتخرجوا ولا عطاونا الاجل في البلاصه وقفوا علينا. ساكنين نتوما هنا؟ نعم. من امتى نتوما ساكنين هنا؟ راه سنين هذه، راه شحال من عام وحنا ساكنين هنا. انا ولدت فيها ولادي وراجلي الله يرحمه تزاد هنا ومات هنا، ولات ولدت وليداتي كاملين هنا لحد الان. دابا ملي حنا الزنقه حتى واحد ما عقل علينا، حنا مشردين دابا. عائله لا قدا. حاولتي توصل معهم تشوفوا معهم شي حل؟ توصلنا معهم شحال من حاجه، شحال من شكايه عندنا، راه كلشي شكايات عندنا في الحل. دابا اللي كنطلب من الله من هاد الناس مسؤولين يلقاو لي حل اقبل اجل واقبل وقت. حنا راه قاسينا بزاف ديال الوقت. وكيف 8 سنوات كاين قلتي لي بان ما عندكم مشكل ديال الوثائق، سالت لكم بطاقه وطنيه. لا الى باكملها سالوا لها الوثائق كلها. علاش مكملين؟ قلتي لي بان سالوا لك مواد بطاقه وطنيه. وكيفاش الخدمات واش خدموا ما كيخدموش؟ واقفين على الخدمه على لاكارت. ما خدام الدراري كل. حكي لنا حسب السكنه ما عندناش، ما بغاوش يصوبوا لنا لاكارت. قال لك ما عندكم السكنه ما بقاش عندكم الحق في لاكارت للصوبه، ما بقيناش محسوبين عليهم كاع. شردونا لاحونا صافي، ما بقاوش عقلوا علينا. حتى الان بغينا نعرفوا روسنا واش حنا مواطنين عندنا الحق ولا ما عندناش الحق، لا في السكن ولا في الوثائق. عندكم شي وليدات صغار؟ لا حنا جوج العائلات. وعندي الدري مريض قاسي، راك شتي كل شيء، راك شتيه مسكين ما كيخرجش كاع، شتي كيديروا تما. الولد هذا اصلا خاصو متابعه صحيه. لان داوي احتياجات خاصه ومكرفس وانا مكرصه معاه وداك الشيء راه. الحمد لله، اللهم لك الحمد. كتحاول دير سبيطار؟ كدير الطبيب؟ لا. علاش؟ واحد خاصه كيما قلتي بزاف ديال الحوايج خاصه. وانا بعدا خاصك لاكارت، بعدا باش تمشي للطبيب. الطبيب اش كيطلب؟ كيطلب لاكارت، يطلب الاوراق، اش هذا الشيء عندك؟ محاولوش زعما كتسالوني نديروا معاكم بحال؟ لا والو، بحال والو داروا معنا الحل ملي خرجوني، ولكن باش يلقاو لينا الحل ما لقاوش. هذا اللي كاين. وبالنسبه ما عطاكمش استفاده؟ ما عطاونا لا استفاده لا والو، كيخرجونا رماونا تما. دابا حتى الاوراق ما عندنا باش غادي نهد الاستفاده. لا كيما قلت لك بغيت، كاين شي وحدين يستافدوا. كاينين. علاش كاينين دوك الناس؟ علاش شي وحدين يستافدوا وشي وحدين لا؟ وشي وحدين لا، هذا اللي بغينا نعرفوا. لا شي وحدين يستافدوا وشي وحدين لا، هذا اللي بغينا نعرفوا، اللي بغينا يوصل. علاش هذه مدة 7 سنين ولا 9 سنين ما لقاوش لنا الحل؟ راه ما يمكنش. حاولوا توصلوا.
باب اللي دقينا ما كيسدوا علينا والو كاين. حنا ما جينا لهذا الشيء حتى لقينا الابواب كلها مسدوده علينا. طبعا الحال تيبرق على الشعب وصوت وحنا مواطنين كنطالبوا الحق ديالنا. طبعا الحال حنا ما كاينش كيف هزونا النهار الاول لقاو لنا الحل دابا. ما كرسوناش ماشي فردونا ويقول لك في الاخر خلونا مرميين لا. حنا راه بشر وحنا مواطنين. وعاش الملك. واش كنطالبوا اليوم؟ كنطالب الحق ديالي. كنطالب بالسكن فين نجمع وليداتي. كيما كنت ساكنه الدنيا السكن ديالي هادشي اللي كنطالب. الدار اللي خرجوني منها وليبوها اللي كانت عندي دابا اصبحت مسرده انا والوليدات. كما شو معنا متابعين الكرام، هذه حاله من حالات عده من سكان المدينه القديمه اللي هذه حاله كتقاسي. هذه ماشي حاله راه تسع سنين هذه وحنا كنقاسيو عينا. شفنا عده امثله عده عائلات كل من 2010 كل من 2012 كل من 2013 اه زعما كاين راك سنوات وسنوات وما كيقاسيو ما كنقاسي. هذا مشكل. مسؤولين حاولوا تواصلوا مع المواطنين. دابا السيده هذه هي وليداتها اليوم لاكارت ناسيونال ديالهم وفات. باش غادي يجدوا باش يجدوا هاد الوثائق هادي باش غادي يجدوا بطاقه تعريف وطنيه خاصهم شهاده السكنه. اصلا خاص شي مسؤول يخرج يتواصل معاهم يعرفهم شنو داروا معاهم شنو يديروا معاهم. راه 8 سنوات كما كتقول السيده كما قالت دابا في اللايف 8 سنين ويوم هم مشردين الشتا فيهم والصيف فيهم. نتمنى من المسؤولين يتواصلوا. اغلبيه عندهم هذا المشكل هذا. اغلبيه ديال سكان المدينه اللي عندهم هذا المشكل هذا. وكاين فئه اخرى اللي استافدات وخلصت فلوس ومشات دور الاستفاده. الى هنا مشاهدينا الكرام نتمنى نلتقي بكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. و فرصه